رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وللحديث أيضا عن التطريز في الثوب الأردني والذي يعتبر أحد الفنون التاريخية الراقية في المجتمع الأردني. مظبوط، لنا يعني فعلا حقيقي الأزياء التراثية أنا بحس كمان إنه هي في الأردن بتعطي كده عبق التاريخ، يعني بتعبر عن عادات وتقاليد، بتعبر عن زمن، بتعبر عن وقت، ربما بتعبر عن زي ما قلتوا عن أماكن، عن ضيعة، عن حاجات جميلة جدا. فإذا فعلا الأزياء التراثية عبرت جدا عن الموروث والتاريخ الأردني. نعم، دائما التراث الأردني أو التراث الفلسطيني، تراث أي بلد، دائما السيدات مهتمات في التطريز. صحيح. وتدريب الفتيات، وحتى بيسووا مراكز خاصة للتطريز وتعليم التطريزة. معنا اليوم السيدة مها المراجدة، بنرحب فيكي في برنامج بيت للكل لكل الشاشة العربية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم على الاستضافة. أنا رئيسة جمعية الموروث الشعبي الأردني. نعم. في محافظة إربد. اليوم الاستضافة للحديث عن التطريز وإظهار التراث الأردني، يعني خصيصا زي ما تكلمت زميلتي شافكي، ضيعة، المدينة، المنطقة، نتحدث بشكل عام. هلا أنا متخصصة في محافظة إربد، وبتعرفي أنا إربد عاصمة الثقافة العربية، هلا لازم نبرز هويتها. أنا متخصصة بالتراث الأردني الإربداوي فعلا، يعني كانوا يلبسوه جداتنا، بعد بدأ يتطور شوي شوي، هلأ يعني بالنهاية حافظنا على التراث الأردني الحقيقي. هلأ في فرق كبير بين التطريز الأردني والتطريز الفلسطيني والتطريز طبعاً. كل دولة إلها مميزاتها وإلها كل، حتى من محافظة لمحافظة بتفرق، يعني محافظة إربد تختلف عن محافظة البلقاء أو محافظة الكرك. فالحمد لله إحنا يعني الفترة هاي كجمعية موروث شعبي حاولنا نوثق التطريز الإربداوية بالثوب بقصته اللي كانوا يلبسوه جداتنا على مر التاريخ، كيف تطور لغاية ما وصل حتى للعصر الحديث. حافظنا على التطريز، على الألوان، على الرسومات، لكن يمكن عملناها شوي مودر في بعض الأحيان، يعني زي لحضرتك هذا مودر إربداوي مودر مودر. فبالنهاية إنه بدنا المحافظة على التراث الإربداوي، وهيك الهدف من الجمعية. كنت تتحدثين بي أيضا وتحدثوا بزميلاتي في هذا البرنامج عن يمكن طريقة التطريز اللي تستخدموها على القماش. كل حقبة زمنية لكل بلد لها لون خاص بها. ممكن دا على العراق أعرف الحقبة الزمنية للبابليين والسومريين والأكدين، كل حقبة تمتاز بلون معين، لكن اليوم أشاهد الشابات اللي حاضرين حقيقة لابسين هم اللون الأسود. بعض التطعيمات البسيطة ممكن تكون بلون أحمر أو لون ثاني. أسأل عن ما يميز الألوان في التراث الأردني. هلا ما تعرف عليه في التراث الأردني اللون الأسود السادة اللي كانوا يلبسوه جداتنا. كانوا هذا يلبسوه بالأيام العادية بشغلهم، بحصادتهم، بقلاعتهم، كل إشي يعني مروحوا على، حتى كان تعرف الوضع المادي للجدات مش كتير، مش للحزن، حزن فرح ممكن. لا لا لا, لا, لا هو هذا اللباس الرسمي لجداتنا، هيك كان يعني زي الإربداوي كله لبس اللون ثوب أسود كامل مع شنبر مع عصبة. أيضا الحلو فيه إنه كان طريقة خياطته، كان خياطته بالقفا وجه، يعني يلبس على الجهتين، كان وضعهم المادي شوي صعب، تكون بالحصاد وبالقلاع، بترجع على البيت عندها مشوار تشلح وتنبوخ تلبس على الجهتين. معروف هذا الشيء. عم نشوف مثلا واحد من التواب، هذا لبس جداتنا، هذا لبس الجدات الإربداويات، الإربداويات بكل ألوية محافظة إربد اللبس. بالحياة العامة كم عمره هذا التوب؟ هذا فوق، أنا هذا التوب بالذات اللي لبسته الصبية عندي بحدود 60 سنة عمره. أنا عندي أنا كل التواب هلأ رح ينعرض، أغلب في وس واحد مودرن يعني جديد عملناه، بس الباقي كله أنا جبته من بعض مناطق ووثقناه لجمعية الموروث الشعب الأردني. فعلا إنه محافظ على تطريزته القديمة. طيب سؤال، يعني وهي طبعا كمان عمالة بتمر الفتاة الجميلة، يعني مثلا أنا يعني في الأردن لو أنا شفت الفتاة وهي بتمر كده هقول إنها من إربد. من إربد. الحطة زي ما بتقولوا الحطة، هي بشكل عام الحطة سواء الخمرية أو السوداء، الحطة لكل الأردن بيلبسوا الحطة. يعني كل واحد في طريقته. له طريقته باللبس. طيب خليني أسأل سؤال كمان، أولا يعني عجبني اللي بنشوفه دلوقتي، يعني هل في مواسم، يعني هل في مواسم للأزياء؟ يعني مثلا التوب ده الموسم بتاعه دلوقتي ولا؟ التوب توب بني كنانة بسموه اللي بين إبرتين، يعني
كل يعني فعلا بنشتغل بابرتين، يعني بكون كل بابرتين مع بعض، كل لون مع بعض، وده كل لون تطريز يدوي. بالنسبه للي على الراس هذا عجبك انت على الراس؟ العرج هاي العرج، شوفي هلا العرج والحطه كانت تلبس بالاعراس بالاعياد بالزيارات، طالعه زياره هيك، اما مش باستمرار لابسيتها، العيد العرس او الزياره طالعه بتلبس. طبعا هم بالزياره ممكن تطلع فيه بالطريقه هاي. هاي ذهب، ما هو هاي عرجه كلياتها ذهب، بتكون زيارات الذهب برنامج ذهب بده يتامن عليها يا سيدي. كان يعني ثمنها غالي، فهي تفتخر فيها انها لابسه العرجه، وكم عدد العصمليات اللي حاطه عليها، هاي بسموها هذا بدل يمكن عدد على الثراء السيده وعلى مكانتها الاجتماعيه. هلا هذا الثوب كمان، هلا الثوب الثوب المشقح، الثوب الرمثاوي للواء الرمثة، مشقح سموه لأنه بدخل فيه القماش الأبيض أو بكل لونه، إما قماش أبيض أو قماش أزرق سماوي بكون بارد. متخصصات فعلا للواء الرمثة بالثدو، برضو نفس الشيء في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، في الزيارة، نفس الشيء يعني كله. أي ثوب ملون كان يلبس في هاي المناسبات. طبعا هسه من خلال ما نشاهد وتتحدثين عن طريقه التطريز والالوان اللي يستخدموها، اسال الموروثات ممكن تكون ثوابت، لكن في بعض الاحيان ممكن تكون عليها الحداثه بادخال مثلا نوع من الاحجار الكريمه بالاضافه الى الزينه اللي موجوده بالحلق الذهب اللي موجود في غطاء الراس او حتى في العباء اللي على الكتف. شنو التحديثات اللي دخلت على الموروثات بالنسبه للزي الاردني؟ هلا زي الاردني احكي لك، حفظنا على الرسمات، بس القماش مثلا هلا يمكن صاروا يلونوا، بطلوا يلبسوا الاسود، سواء كان بالوان. هلا الثوب اسود اسود، هلا الالوان بالتطريز، التطريزات اللي فيها الالوان اللي بتغير اللي بتبين بتميز، يعني هذا الثوب لما بتشوفوا اي حدا لابسه. طيب ست ما هذا مثلا الثوب اللي احنا شايفينه بالوان اهل الاغور، اهل لواء الغور، لواء الاغوار الشماليه، الاغوار الشمالية. أعطانا من إربد. لا إربد، إربد لواء بالأغوار الشمالية. الأغوار الشمالية لواء، إحنا محافظة إربد تسع ألوية. تسع ألوية. هلا لواء الأغوار هذا تطريز على الماكنة، مش تطريز يدوي. وشوف كلياته مربعات، يعني هلا بس تلبس الست معروف إنه هذا لواء الأغوار. هلا هون التوب برضو، هلا فرق بين الثوب هذا برضه بالبسه، هذا حلو كثير، حط بين ابرتين وبنشقح نفس الشيء لاربد لواء قصبه اربد ومناطقنا احنا القرى. طيب اللي حوالينا انا عايزه اعرف اولا الحرفه حلوه جدا، هل ما زال في فعلا ناس لحد اللحظه بيتقنوا هذه الحرفه؟ وكمان سؤال ثاني، لو انا مكان احمد كمان. لو انا مكان احمد مثلا، لو عريس اردني هياخد العروسة بالذهب ولا هو مفروض يجيب الذهب؟ هو هو المفروض يجيب الذهب عشان يحضر نفسه برضه. لا تجيب ذهبها، ذهبها منها وبيها تجي. احنا العريس جايب ذهب هي وذهب. فنجاوب على سؤال الحرف الأول وبعدين هنحل مشكلة أحمد بعدين. الموجود وبندرب، بنعمل دورات تدريبية ولسه يعني على أساس ما يندثر، بيعملوا دورات تدريبية كتير عندنا حتى في الجمعية بنعمل، وبكثرة صار الفترة هاي يعني عليه إقبال. ليلة الحنة صار أغلب العرايس بتعمل ثوب حناها صار بالثوب، وحتى في واحدة بتحكي بفكر إني أطرز الثوب الأبيض أحط عليه كمان تطريزات وألبسه. يعني فكرة كتير عجبتني والله، كتير جانب جديد. هذا الثوب اللي بيحكوا لي إذا بتسمعوا أغنية أحمد عبندي دق الماني، هذا هو هو الثوب الدق الماني على الأغنية. على الأغنية. هلا ليش سموه دق الماني؟ أول ماكينة تطريز دخلت على الأردن يمكن من 100 سنة أو أكثر، كانت جايبينها من ألمانيا وسموه دق الماني لأنه طرزوه على الماكينة هاي. هلا كان كل التطريز يدوي، بدأ يتطور، صار هلا على الماكينة دق الماني، وألوانه طبعا بكون الخمري، الأبيض السادة، كله سادة بتكون الألوان، خمري، أبيض، كموني. كان في ثوب أبيض بس للأسف الصبية ما إجت راح تلبسه. هو شوفي ست مها، الثوب كمان بزينه لابسه. طبعا اكيد. يعني يمكن الثوب بده كمان جسم اللي يلبسه بده، وكانت يعني جداتنا الجميلات باجسامهم كمان الرائعات اللي كانوا يحرثوا الارض ويعني ويزرعوا ويشفوا عليها، فكانت بنات الاجسام عندهم صح. يعني كانت تاخذ الثوب فتعطيه شكله الصح. والحط شوف هلا العرج اللي على راسها هلا في الخرز، الخرز بنسميه خرز المرجان، هذا برضه شغل يدوي، الشك هذا الخرز كله اللي على العرج كله شغل يدوي.
فكل يعني بياخذ وقت من الصغر. وجود البنات ووجود الاثواب والانواع والاشكال والجماليه كلها، هلا كيف بدنا نحافظ على هذا التراث؟ احنا بنعرف بالفتره الاخيره صار شيء مودرن، يعني صرنا نلبس زي المزداري، صرنا نلبس هيك عبايات، شيء عم بنطوره والبنات بيميلوا له اكثر. بس انت برايك كيف بتشوفي البنات مايلين للقديم ولا عم هلا باخذوا الحديث؟ هلا احكي لك، في بيميلوا للقديم وفي للحديث. هلا بتعرفي قناعاتهم انه لانه احنا بدينا نتطور فيه. انا بالنسبه لي شخصيا بصراحه، ليش بديتي تطوري فيه؟ عشان نحافظ على التراث؟ لا انا ما طورته، انا سبقتيني، انا ما طورته. انا محافظه لساتني على القص الثوب الاردني، يعني له طريقه بالقصه وله طريقه بالخياطه. بصراحه لما تيجي اي زبونه بحاول اقنعها. انا مثلا شايفه البنوته الجميله دي، شايفه ان ده مثلا التوب يليق لفتاه او بنوته صغيره. يعني هلا لما تكون مش لابسه الحطه ومش لابسه الشنبر ومش بكون منظره كتير حلو لما بتكون، يعني هلا لانه هي كمان جايبه كده على جنب بشكل حلو عجبني. يعني هذا لبس القربي ده هو الحقيقي، والثوب المخمل هذا ثوب مخمل مش قماشته مخمل. هلا لكن كل ما كانت السيد يكون وضعها المادي اعلى ببين هلا الخير يعني يطلع بيطلع اكثر. القماش المخمل غالي كثير كان، يعني هي جميله كتير. وهي ماشيه وحلو لايق عليهم. ده مخمل قطيفه نقول عليه قطيفه. إذا أستاذ مها المراج، ده حقيقة استمتعنا بهذا الحوار الجميل من أربد، بجميلات أربد، بهذا العرض الخاص للأزياء والنقوش الموجودة اللي خاصة ببلد الأردن. دائما نشاهد في كل بلدان العربية هذه التشكيل والصور والألوان اللي موجودة، إن كان مربعات، مثلثات، سداسيات، بغداديات مثل ما نسميها بالعراق، لكن أربد تختص بهذا اللون الأسود. هذه معلومة مهمة اجت ان من خلال برنامج بيت للكل، نورتينا في هذا اللقاء. انا عايزه اقول لك حاجه يا احمد افتكرتها قبل ما تختم. اي صح، انا هم تسال الاستاذه كانت تتمنى ايه وهي بتتابع بيت للكل، اسالها بقى. يا ريت. بصراحه قبل اسبوعين بتفرج على الحلقه ومستمتعه فيها، انا بتابع كل حلقاته، بحكي بدي اعرف مين المسؤول في الأردن عن البرنامج حابة أكون ضيفة فيه. فتحققت الأمنية أنا عاجبني البرنامج وحلو، يعني الحلو في البرنامج أنه فعلا أنه إحنا وحدة عربية وكيان عربي واحد، عائلة واحدة، فانبسطت كثير بصراحة. وإحنا انبسطنا كمان، كثير كمان أنكم ضيوف عندنا في إربد. أكيد. وأهلا وسهلا فيكم دائما وأبدا، وأنا كمان مسافرة على العراق كمان. إن شاء الله تجينا وتنورينا، تلقينا بالانتظار. شكرا كثير لكم على الاستضافه. اهلا وسهلا. شكرا لك ونورتينا، ويا رب التوفيق الدائم. حقيقه مشاهدينا الكرام، وصلنا الى مسك ختام حلقتنا اليوم الممزوجه بهذه الالوان الجميله من اربد، الثقافه والابداع والفن والموسيقى، كانت رحله مميزه في اربد. وصلنا الى مسك الختام، دائما نلتقي وياكم على حب الاوطان في ملا. شكرا كثير لكم ويعطيكم الف عافيه.